هادية، أنا عايز أعرف أنت أصلا بتشتغلي إيه ودارسة إيه؟ أنا بشتغل مدرس مساعد في الجامعة البريطانية. أنا أصلا خريجة صيدلة عين شمس، وبعدها عملت ماجستير في University of Bath في إنجلترا Medical Biosciences، وحاليا بعمل دكتوراه في جامعة القاهرة. شغلي mainly في معهد الأورام. أنا لاعبة منتخب مصر ريشة الطايرة، ورحت 2 أولمبيك جيمز 2008 ولندن 2012. ده بجانب ان انا انشات سنه 2013 اكاديميه هادية حسني للريشه الطايره. عايز اعرف ايه الميداليات اللي قدامك وايه الكاس الجبار ده؟ دي ذهب اوكي فرق افريقيا، تمام، ودي فضه فردي بنات، تمام، ودي فضه زوجي بنات، تمام جدا. وايه الكاس الجميل ده؟ ده كاس الفرق، ده اول كاس يجي لمصر بالنسبه للفرق من ساعة إنشاء الاتحاد سنة 91، ويعتبر تاني كاس عموما، لأن أنا كنت أخدت في 2010 الكاس الفردي، ولكن بالنسبة للفرق ده أول كاس لمنتخب ريش الطايرة في تاريخ مصر. الصاروخين دول ريش طبيعي. هي دي كرة الريشة نفسها؟ هي دي كرة الريشة نفسها. تعالي لي كده والنبي قدام الكاميرا. ما شاء الله ما شاء الله. بعد كل هذا التفوق العلمي والتفوق الرياضي، مدرس مساعد في كلية صيدلة الجامعة البريطانية، وحصل على الماجستير من جامعة إنجليزية في الصيدلة، وأساسا خريجة صيدلة عين شمس وبتقدير جيد جدا، ومتفوقة رياضية وحصل على بطولات ولعبت في البطولات الأولمبية وأخد أول أفريقيا وأول عرب، وعندك ميدالية ذهب وعندك كاس. طب أنت إيه مشكلتك في الحياة يعني؟ لا، هو أنا ما عنديش أي مشاكل بالنسبة للحياة. انا بس يعني حاسه ان الاهتمام بالالعاب الفرديه غير كره القدم، وطبعا هم عشان شعبيتهم جامده جدا في مصر، بس انا رايي ان لازم الرياضات كلها تبقى متساويه. يبقى طالما الفرق بتتمرن او منتخبات بيتمرنوا دايما كلهم، يعني المفروض يبقى عندهم تمرين ثابت، بيتمرنوا الصبح وبعد الظهر، وعندهم صاله ليهم هم تجمع المنتخب. احنا كفريق ريشة الطايرة احنا ما عندناش صالة للمنتخب المصري، بنأجر بس قبل البطولات، فيمكن قبل بطولة افريقيا اتمرنا تمرينتين مع بعض الفريق، كل واحد كان بيتمرن في النادي بتاعه. احنا لازم يكون في تمرين ثابت طبعا للمنتخبات القومية سواء ناشئين او كبار، مدرب ثابت متفرغ للمنتخبات. طبعا ما فيش حد هيبقى متفرغ كده ببلاش، لان احنا الناس يعني يمكن بيشتغلوا في كذا حته. ليه يعني المدرب بتاعكم بياخد كام مرتب شهري؟ لا، من الاتحاد هو مش بياخد غير بالتمرينه، يمكن انا يعني على حد علمي اللي في التمرينه يمكن هو بياخد 50 جنيه. مين بيصرف على تحركاتكم وسفرياتكم والبطولات اللي بتسافروا عشان تلعبوها يعني؟ السفريات لو حاجة مثلا لو بطولة أفريقيا الاتحاد هو اللي بيتكفلها، لكن لو احنا يمكن آخر مرة الفرقة كانت كنا سافرين 3 و3، دايما بنسافر 4 و4، فسافر الفرد الرابع سافر على حسابه. البطولات بقى الدولية، قبل ريو كان الاتحاد بيسفرنا بطولات، بس احنا كان محتاجين ان احنا يعني يمكن في بطولة اوغندا كنا محتاجينها زيادة، فدي سافرناها على حسابنا. بطولة الصين، بطولة هونج كونج سافرناهم على حسابنا. يعني انتوا كلاعبين بتسافروا؟ احنا كلاعبين بنسافر على حسابنا. انتوا بتدفعوا الطيران والاقامة وكل حاجة؟ يعني لو الاتحاد بيطلعنا 2 احنا لازم قدام الاتنين دول في اتليست واحدة برضو بنطلعها احنا على حسابنا، علشان احنا عندنا النظام التأهيل بتاعنا كله بالرانك الدولي، والرانك الدولي ده محتاج نجمع نقط من بطولات، ففي بطولات بالذات بطولات في افريقيا محتاجين ان احنا نروحها، وبرده بطولات في اسيا وفي اوروبا بنبقى محتاجين ان احنا نروحها علشان نعلي البوينتس والرانك الدولي بتاعنا. هل بتاخدوا مكافآت بعد البطولات دي؟ والله انا يمكن اخر مكافأة اخدتها كانت بعد دورة الالعاب الافريقية اللي هي في سنة 2015 كانت في شهر 8. بعدها البطولات الدولية العادية دي لا، مش بناخد فيها اي مكافآت، لان يعني ايه بطولات دولية عادية يعني ايه بطولة دولية وعادية يعني؟ بطولة دولية احنا عندنا بيبقى في نظام بطولات دولية لازم بنلعبها، اللي هي بتدينا الرانك الدولي، دي ما بناخدش فيها اي حاجة.